تزامنا مع زيارة المرتقبة لوفد الفيفا، أقام الاتحاد العراقي لكرة القدم وبالتنسيق مع الاتحاد الآسيوي دورة تدريبية لمدربي كرة الصالات، وبحضور المحاضر الآسيوي لتأهيل أكثر من 20 مدربا من مختلف محافظات العراق. هذه الأجندة موجودة خلال الموسم 2016-2017 من ضمن خطط طبعا الاتحاد العراقي بخصوص لجنة الصالات تطوير كرة قدم الصالات في العراق. طبعا في السابق الاتحاد العراقي طبعا لجنه كره الصالات سوت دورات متقدمه بالمستوى الاول، والان هذه هو الدوره الاولى للمستوى الثاني. الان العراق اصبح يعني لهذا الموسم الموسم الماضي احتضن اكثر من 40 دوره بكره القدم المفتوحه وكره الصالات، هذا راح يصب بمصلحه اللعبه. كره الصالات الان يعني علامه فارقه هذا السنه الماضيه وهذه السنه. فاتحه خير هذه الدوره وهي دوره ليفل 2 لكره الصالات. هذه الدورة تعتبر الأولى في العراق على مستوى القطر، دورة تميزت بمشاركة أغلب مدربي أندية الممتازة والمنتخبات الوطنية. المشرفون والمشاركون في الدورة أشادوا بالمعلومات التي قدمت لهم والطرق الحديثة العالمية في كيفية التعامل مع الخطط التي تعد للبطولات من أجل تطوير مهاراتهم. تأثيرها إيجابي على مستوى الدوري العراقي، ومن ثم ينعكس ايجابيا على المنتخبات الوطنيه والانديه في المشاركات المحليه والخارجيه. استفادنا هو لان المحاضر الاسيوي على مستوى عالي من التعليم من المستوى الخماسي، خاصه ليفل ثاني كان عنده خبره كبيره بالمواضيع اللي يخص لعبه كره قدم خماسي. يسعى الاتحاد الاسيوي لكره الصالات الى تطوير لعبه كره الصالات في العراق، لذلك اقام هذه الدوره التدريبيه على المستوى الثاني. بصراحة نحن استفادين جدا من هذه الدورة بفضل الخزينة اللي كان مع الكابتن عيسى سعدون المحاضر الكويتي، تحفظ معلومات جدا قيمة على مستوى الدفاعي والتكتيك الهجومي، وهذه أكيد راح تصب في صالح الأندية والمنتخبات الوطنية. تأتي هذه الدورة ضمن سلسلة دورات يسعى إليها الاتحاد العراقي من أجل تطوير مهارات المدربين بعد إن كانت الدورات غائبة عن العراق والنهوض بالواقع الرياضي، لا سيما حصول العراق على المركز الأول عربيا وعلى مستوى الأندية الثاني آسيويا. NRT عربية، حيدر هادي، كربلاء.